ثورة 23 من يوليو نقطة تحول فاصلة في تاريخ مصر الحديث، فلقد تحول بموجبها نظام الحكم في مصر من الملكي إلى النظام الجمهوري. حكمت أسرة محمد علي مصر ما يقرب من 150 عاماً، كان آخر ملوكها الملك فاروق ملك مصر والسودان الذي تولى العرش عام 1936 بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول. استقبل المصريون الملك الشاب بكل حفاوة وتفاؤل، آملين أن يكون عهده أفضل من والده. حكم الملك فاروق 16 عاماً لم يتغير فيها حال المصريين كثيراً، فما زالت مصر تحت الحماية البريطانية، وما زال الصراع الدائر حول الاستئثار بالسلطة بين الملك والإنجليز والحكومة. زادت وتيرة هذه الصراعات في سنوات حكم فاروق الأخيرة، حين قام النحاس باشا رئيس الحكومة وقتها وزعيم حزب الوفد بإلغاء معاهدة عام 1936، وذلك في أكتوبر عام 1951، والتي سبق أن وقع عليها بنفسه. مع بداية عام 1952 رزق الملك فاروق بوريث العرش الذكر الأمير أحمد فؤاد الثاني، وذلك في 16 من يناير من زوجته الثانية الملكة ناريمان، غير أن الأزمات توالت وانتهت بإقصاء فاروق نفسه عن عرشه. ففي 25 من يناير من العام نفسه حدثت موقعة الإسماعيلية التي حاصر فيها الإنجليز مبنى محافظة الإسماعيلية بدعوى أن رجال الشرطة يساندون المقاومة الشعبية هناك، وطالبوا بإخلاء المحافظة لهم وتسليم أسلحتهم. رفض رجال الشرطة التسليم وقاتلوا ببسالة حتى استشهد منهم 50 شرطياً، مما زاد الغضب الشعبي ضد الملك والإنجليز. في اليوم الثاني الذي يليه 26 من يناير اندلع حريق القاهرة، والذي دمر أكثر من 700 محل وسينما وفندق بوسط القاهرة، ليعلن من بعدها الأحكام العرفية في البلاد. غير أن السبب الرئيسي في قيام ثورة 23 من يوليو كانت حرب عام 1948، فبعد أن أعلن بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل عن قيامها، اجتمعت الجيوش العربية على محاربتها لاسترداد أرض فلسطين، وكان الجيش المصري أكثر الجيوش المشاركة في العدد والعتاد، وبالفعل حقق انتصارات على الميليشيات الصهيونية في بداية الحرب، وتابعها الملك فاروق بنفسه، غير أن إمدادات السلاح التي دعمت إسرائيل من تشيكوسلوفاكيا وروسيا غيرت مسار الحرب، فلقد عززت موقف الصهاينة، بينما لم يحصل الجيش المصري على ما يوازي هذه الأسلحة في المقابل، بل بعض مخلفات الحرب العالمية الثانية، والتي عرفت فيما بعد بقضية الأسلحة الفاسدة. وفي النهاية انسحب الجيش المصري في حرب 48 بموجب هدنة، وكانت أبرز معارك الجيش المصري هي موقعة الفلوجة التي حاصر فيها الصهاينة لواء مصريا بقيادة الأميرالاي سيد طه، وكان من رجاله الرئيس جمال عبد الناصر. رفضت القوات المصرية التسليم أو الانسحاب، واستمرت في المقاومة حتى وقعت الهدنة في نهاية الحرب. بعد هذه الحرب شكل تنظيم الضباط الأحرار، حيث أنهم رأوا أن تهاون الملك كان سبباً في هزيمة الجيش المصري في حرب عام 1948. ازداد عدد المنضمين للجيش لتنظيم الضباط الأحرار، واكتملت خطة إقصاء الملك عن منصبه لفشله في إدارة شؤون البلاد. شاءت الصدفة في إنجاح تنفيذ خطة الثورة، فلقد تحرك البكباشي يوسف صديق بقواته مبكرا عن موعده بالخطة، واستطاع السيطرة على مجلس قيادة القوات المسلحة بكبر القبة.
كان هذا الخطأ في إبلاغه ساعة الصفر سبباً في نجاح الثورة، فبعد أن تسربت الأنباء للقصر جاءت المباغتة أسرع مما توقعوا. كان الملك فاروق وقتها في قصره برأس التين بالأسكندرية، وقد تمت محاصرته والتفاوض معه للتنازل عن العرش. بني وطني، في ظل هذه الأحداث انطلق البيان الأول للثورة بصوت الرئيس الراحل أنور السادات ليكسب تعاطف الشعب المصري. وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر، وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية. وأنتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف، لأن هذا ليس في صالح مصر، وإن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال، وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس. وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش نفسه مسؤولا عنهم، والله ولي التوفيق. لم يمضي وقت حتى تم الوصول إلى صيغة ارتضاها الملك فاروق للتنازل عن الحكم، والذي يحسب له ولثورة 23 من يوليو أنه لم تراق نقطة دماء واحدة في التنازع على الحكم. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي. توجه بعدها الملك فاروق إلى إيطاليا على يخت المحروسة لتنقطع صلته بمصر تماما، ولا يعود لها إلا بعد وفاته ليدفن فيها. بدأت مصر عهدا جديدا بنجاح ثورة يوليو، تولى قيادتها فيها مجلس قيادة الثورة الذي ضم 15 عضوا برئاسة اللواء محمد نجيب، الذي ما لبث أن أصبح أول رئيس للجمهورية بعد إلغاء الملكية في 18 من يونيو وتعيينه كرئيس لمصر. سلام رئيس الجمهورية. سلام سلام. سلام.
اكتسبت الثورة المزيد من الدعم الشعبي بخطوات ثابتة، فقد تم إلغاء دستور عام 1923 وتم إلغاء الطبقية بين فئات الشعب المصري، وحرصت الثورة على مجانية التعليم، وبدأت تنفيذ اتفاقية إجلاء القوات البريطانية عن مصر. غير أن خلافاً وقع بين الرئيس محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر في نوفمبر عام 1954، انتهى هذا الخلاف بعزل نجيب عن منصبه ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله. تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الثورة حتى انتخابه رئيساً لمصر في يونيو عام 1956. ارتبطت ثورة يوليو بشخص الرئيس جمال عبد الناصر كزعيم لها، فلقد أضفى من حضوره عليها وأصبح ممثلاً لمبادئها. ففي عهده برزت زعامة مصر سياسياً على كافة الأصعدة. كان مبدأ القومية العربية طاغياً، فدعمت مصر حركات التحرر من الاستعمار في البلدان العربية. قامت الوحدة العربية بين مصر وسوريا عام 1958، وكانت القضية الفلسطينية على رأس الملفات التي دعمتها مصر ووضعتها على عاتقها، كما كان للقارة الإفريقية نصيب وافر من الاهتمام، فلقد كان عبد الناصر ملهماً لكثير من الشعوب الإفريقية الذي رأته داعماً لحركات التحرر من الاستعمار والاضطهاد للقارة الإفريقية. وعلى المستوى العالمي شكل عبد الناصر قوة جديدة على الأرض تمثلت في تجربة دول عدم الانحياز. أما على المستوى الداخلي فتابع عبد الناصر تنفيذ ما سعت إليه مبادئ الثورة، فنفذ قانون الإصلاح الزراعي الذي أكسبه شعبية طاغية في حينها، كما اهتم عبد الناصر بالصناعة والعامل المصري، وأضاف مجانية التعليم العالي لتبدأ مجموعة من القيم الجديدة تنتشر في المجتمع المصري. كذلك تم إجلاء آخر جندي إنجليزي من على أرض القناة في 13 من يونيو من عام 1956، لتبدأ مصر من بعدها مرحلة جديدة لمزيد من الاستقلال والزعامة. فكان قرار تأميم قناة السويس لشركة مساهمة مصرية في 26 من يوليو عام 1956، والذي ما لبث مصر أن دفعت ثمنه من عدوان ثلاثي على أراضيها في أكتوبر عام 1956. ومع فداحة خسائر مصر في الممتلكات والأرواح في عدوان عام 1956، غير أن انسحاب هذه القوات بعد ضغط دولي كان يعد انتصاراً للدبلوماسية المصرية. وبمرور الوقت اتجهت مصالح مصر إلى الاتحاد السوفيتي الذي قدم الدعم لمشروع الثورة الكبير السد العالي الذي نفذ عام 1971. بقول ان احنا يمكن قبل ما نطلع الثورة يوم 23 يوليو او يوم 22 يوليو ليلة 23 يوليو، لو كنا نقعد نحسب العملية بورقة وقلم فكنا نجد ان النجاح يمكن احتماله ضعيف، ولكن كان كل واحد من الضباط الأحرار، كل واحد من الناس اللي اشتركوا في الثورة في هذه الأيام كان بيقول إذا ما استطعناش إن احنا ننجح في القضاء على هذا الظلم وعلى هذا الاستعباد فليس أقل من أن نضحي ونثبت للأجيال القادمة إن الجيل اللي كان عايش في سنة 52 مرضيش يسكت على الظلم ولكنه قام وقاتل حتى استشهد. أحلام عريضة سعت ثورة يوليو لتحقيقها، من إنصاف الفلاح إلى مساواة الفقير وتعليم الجميع وتحرير الأرض والسعي لجيش قوي. كانت هذه هي مبادئ ثورة 23 من يوليو، والتي نجحت إلى حد كبير في تحقيقها لمصر جديدة. لتبقى ثورة 23 من يوليو دائماً
نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث. إننا جميعا سنحافظ عن سيادتنا، سندافع عن كرامتنا، أن ندافع عن العزة، وأن ندافع عن الحرية، وأن ندافع عن الكرامة. هذه هي أهدافنا التي انبثقت عنها ثورتنا والتي عملنا على إرسائها.